الفوانيس هي مظهر من مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث إنها تضفي مظهرا من البهجة على جو الاحتفال بشكل عام وعلى نفسية المواطنين، لا سيما الأطفال بشكل خاص، والذين اعتادوا على حملها مساء والتجول بها مع ترانيم شعبية خاصة تختلف من مدينة لأخرى. لكن مع الظروف الاقتصادية والضغوط الحياتية التي يعيشها الشعب الليبي، قد خفت بريق هذه الفوانيس متأثرا بالظروف الراهنة. وفي جولة قامت بها قناة ليبيا بمدينة المرج، أكدت أن نسب الشراء قد تراجعت عن العام الماضي بشكل ملحوظ. قليلة يعني، مش نفس السنة اللي فاتت. قصة سيولة وخلاصات، طبعا ما فيش خلاصات لسيولة المصارف، فهمت كيف؟ دلنا أسعار قليلة، نحن نزلنا حتى في الأسعار، مش نفس اسعار السنه اللي فاتت. الناس وريهم اي حاجه فيها فرحه حيمشوا شو طول، لان مشتاقين للموضوع هذا واجد واجد. انا هكذا نقول لكم لحظه، اقول لهم اي طلع لهم اي عيد جديد حيعيدوا لي، صدقني. لان نقول لك حاجه، ان اخذ من علي واحد يخذ من علي نفسه ويقيس. بعض التجار دعوا الجهات المختصه لتخفيض قيمه هذه الفوانيس، والتي تتراوح من 5 إلى 25 دينارا مقارنه بالاعوام الماضيه، حيث إن هم هؤلاء التجار أصبح هذا العام ليس تحقيق مكسب مالي فحسب، بل التخلص من كميات البضائع لديهم حتى لا تتراكم للعام المقبل.